اول الصباح، اول الصباح الفول والطعميه ده اهم حاجه في المصريين. بص خلي الدماغ 100 100، وراه كوبايه الشاي، وبعد كده في الغدا ناكل كشري. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. قليل من الزيت، نضع الثوم المفروم، هو مفروم ناعم الثوم بهذه الآلة، تحريك جيد، نوضع حبتين طماطم مفرومة، ونحرك قليل شوية نخليها تدبل، نوضع معجون الطماطم نص كوب تقريبا، نحرك قليل حتى تنسجم، ملح الليمون معلقة صغيرة أو عصير 2 ليمونة فريش، كمون معلقة صغيرة، كزبرة معلقة كبيرة، ملح معلقة صغيرة، فلفل شطة طبعا اختياري، خل أبيض معلقة كبيرة، تحريك، حتى تنسجم، ماء 2 كوب، دعها تغلي لمدة 10 دقائق، هيك صارت جاهزة صلصة الكشري. نوضعها بالخلاط حتى تكون ناعمة، البصل المقرمش قليل من الزيت على حرارة مرتفعة، نحط البصلة مفرومة، والبصلة معلقة دقيق كبيرة ومعلقة نشا صغيرة، نخلطهم مع بعض، وبنخل الطحين اللي هو الدقيق والنشا، بنخل وبنحطه على الزيت الحامي مسبقا، وهيك حتى يقرمش النشا والطحين، بخلوا البصل يقرمش شوية، تحريك باستمرار، مثل ما انتم شايفين كتير كتير روعة. نحطه في المصفاية، نوضع في المصفاية حتى ينزل كل الزيت،
العدس البني، نوضع الماء الماء المغلي 6 كوب ماء، 2 كوب عدس، مثل ما انتم شايفين تقريبا 10 دقائق اخذ، مش لازم انه يستوي كتير كتير لانه حنوضعه مع الرز يكمل استوى. الرز والشعرية، قليل من الزيت، 2 كوب الأرز، 1 كوب شعرية، نحرك جيد حتى التحميص يتغير لونه. بعد ذلك نحط قليل من ماء العدس على 2 مكعب الماجي حتى يذوبه، ونوضعه على الرز والشعرية، وبنكمل ناخد ماء العدس تقريبا 6 كوب، بنكمل عليهم ماء ساخن حتى يكتمل 6 كوب، لازم السوائل تكون ضعف. عندنا 2 كوب رز وكوب شعرية، يعني 3 كوب، محتاجين 6 كوب سوائل، سواء كانت ماء العدس أو إذا خاص علينا بنكمل ماء عادي. ملعقة صغيرة ملح ورشة خفيفة أو نص معلقة صغيرة فلفل أسود. بنكمل هان نوضع الماء حتى يكتمل 6 كوب، لأنه إحنا ضفنا الماء تبع العدس وخاص علي شوية فضفت ماء عادي ماء ساخن، هيك صار 6 كوب ماء. هيك بنغلق الوعاء، نغلق الوعاء لازم تكون حرارة منخفضة جدا جدا لمدة 10 دقائق، مثل ما انتم شايفين الحرارة لازم تكون منخفضة جدا جدا أو أقل شيء لمدة 10 دقائق، هيك صار شكلها. نغلق الوعاء وننتظر 15 دقيقة حتى تنضج أكتر. هان المعكرونة، سلق المعكرونة، 2 كوب معكرونة صغيرة مع الماء وقليل من الملح وقليل من الزيت. هذه المعكرونة تقريبا بعد الغليان يعني تقريبا من 2 إلى 3 دقائق سلق، هي ما بتاخد وقت، وحسب نوع المعكرونة في أنواع بتاخد أكتر وقت، ولكن هذه تقريبا 2 أخذت وقت معي بعد الغليان مثل ما أنتوا شايفين. بعد ما تطلع بعد ما تخلص احنا بنغسلها في ماء من الحنفية علشان ما تقبص، هيك مغسولة ماء من الحنفية عشان ما تقبص. خصوص الحمص، الحمص بنحط عليه مية، ممكن احنا نستخدم حمص معلب جاهز بدل ما نستخدم الطريقة هذه، نضيف مية وننتظر تقريبا 12 ساعة. بعد 12 ساعة بنغسله وبنضيف له مية جديدة، وبنوضع معلقة صغيرة بيكنج صودا، وننتظر 45 دقيقة حتى ينضج، ممكن يكون أقل حسب ما أنتوا كيف حابين تكون حبة الحمص. هيك جاهز كل شيء، صحة وألف عافية ورمضان كريم والعام بخير، وانتظرونا بوصفات كتير جديدة، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك.
انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم، مع السلامة.